مشاهدي قناة شو تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من مدينة الجديدة. فدائما كنتكلموا على الوضع الوبائي والحالات المؤكدة خلال 24 ساعة الماضية لفيروس كورونا. فمنطقة دكالة سجلت بها خلال 24 ساعة الماضية إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا، وهذه الإصابة يعني بإقليم الجديدة، في الوقت لإقليم سيدي بنور ما تسجلت به أي إصابة جديدة وما كاين أي حالة وفاة. ودائما ملي كنتكلموا على منطقة دكالة كنتكلموا على جهة الدار البيضاء سطات اللي كتنتمي لها جهة دكالة، اللي كتنتمي لها منطقة دكالة. فجهة الدار البيضاء سطات سجلت بها حالة وفاة واحدة و43 إصابة جديدة بفيروس كورونا. الدار البيضاء كان فيها حالة واحدة و29 إصابة جديدة بفيروس كورونا. سطات 4 ديال الإصابات الجديدة بفيروس كورونا. برشيد 3 ديال الإصابات الجديدة بفيروس كورونا. المحمدية 3 ديال الإصابات الجديدة بفيروس كورونا. النواصر 2 ديال الإصابات الجديدة بفيروس كورونا. الجديدة حالة واحدة جديدة بفيروس كورونا. مديونة حالة واحدة جديدة بفيروس كورونا. وغادي نعطيكم الآن الوضع الوبائي بمختلف جهات المملكة. فجهة الدار البيضاء سطات تسجل بها أكبر عدد، أكبر الأرقام كانت بجهة الدار البيضاء سطات، حالة وفاة واحدة و43 إصابة جديدة بفيروس كورونا. طنجة تطوان الحسيمة 2 ديال الوفيات و43 إصابة جديدة بفيروس كورونا. مراكش أسفي 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا. الرباط سلا القنيطرة حالة وفاة واحدة و16 إصابة جديدة بفيروس كورونا. فاس مكناس 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا. الشرق 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا. سوس ماسة 2 ديال الوفيات و10 ديال الإصابات الجديدة بفيروس كورونا. درعة الفلال 9 ديال الإصابات الجديدة بفيروس كورونا. بني ملا الخنيفرة 4 ديال الإصابات الجديدة بفيروس كورونا. الداخلة واد الذهب إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا. العيون الساقية الحمراء إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا. الوضع الوبائي والحالات المؤكدة على الصعيد الوطني، تسجلت على الصعيد الوطني 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا. الوفيات 6 ديال الوفيات. المتعافون 694 متعافي. معدل الفتك 1.4%. نسبة التعافي 98.3%. الحالات الخطيرة والحرجة، تسجلت 12 حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليصبح بذلك العدد الإجمالي للحالات المتكفل بها 194 حالة. أما بالنسبة للحالات اللي تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي فتسجلت خلال 24 ساعة الماضية 4 ديال الحالات، ليصل بذلك إجمالي الحالات تحت التنفس الاصطناعي إلى 57 حالة. ومعدل ملء أسئلة الإنعاش المخصصة لكوفيد 19 بلغ 3.8%. وكان أكد يعني الناس ونشير بأن الناس اللي ما المواطنين والمتتبعين ومشاهدي قناة شوف تي في اللي ما تبعوناش منذ البداية، فمنطقة دكالة تسجلت بها حالة إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا وما كانت أي حالة وفاة. يعني ملي كنتكلموا على منطقة دكالة إقليمي الجديدة وسيدي بنور، فإقليم جديدة تسجلت به إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا في الوقت اللي ما تسجلت أي إصابة بإقليم سيدي بنور. بالنسبة للوفيات ما كانت أي حالة وفاة سواء بإقليم الجديدة أو إقليم سيدي بنور. وكنذكر مرة أخرى بأن الوضع الوبائي وحالات مؤكدة على الصعيد الوطني، تم تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا. الوفيات 6 ديال الوفيات. والمتعافون 694 حالة. وهذا هي الأرقام اللي عطاتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية واللي كتهم 24 ساعة الماضية. وبهذا كننهيو هاد المباشر على أمل لقاء بكم إن شاء الله في مباشر آخر. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.